فقال لهم أنا هو لا تخف. وأنا هو دي كان ليها قوة زي ما سمعنا وهنسمع لسه في يوحنا كتير. أنا هو هي صيغة أنا يهوى، أنا هو، أنا الله، أنا اللي في إيدي كل حاجة، أنا الكائن، أنا القادر، فما تخافوش، أنا عارف أنا بعمل إيه. هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. فرضوا أن يقبلوه في السفينة، برضو ده تعبير خاص بيوحنا 6، ما تقالش في متى ومرقس ولوقا. يعني إيه؟ هو في بقية الأناجيل يا إما سحب متى ولحقوا بطرس وهو بيغرق دخله، يا إما دخل السفينة البحر هدي. هنا يوحنا استخدم تعبير رضيوا يقبلوه في السفينة. طب هما يعني هما يطولوا يعني؟ لكن هي إشارة ضمنية إن المسيح قريب، وفي شدة الضيق هو بيستأذن يدخل. أنت لازم ترضى تدخله، ترضى تقبله، لما يدخل تخلص القصة. أحيانا الناس في شدة ضيقتها تفضل عنيدة، مش راضية تخضع للإيمان، مش راضية تفتح الباب لربنا، مش راضية تقبله. تلاقي الدنيا كلها بتعصر في البني آدم عشان يقبل إرادة الله، يقبل المسيح، يرضى يدخله حياته. لكن لو فضل يرفضه هيفضل المسيح بره والموج عالي. رضوا أن يقبلوه في السفينة، وللوقت سارت السفينة إلى الأرض. وبعض برضو القديسين قالوا حصل حاجة شبه معجزة، فجأة لقى نفسهم الأرض قدام. طبعا هم كانوا في نص البحر، يعني النقلة دي، يعني بقية الأناجيل قالوا البحر هدي على طول أول ما المسيح دخل. هنا بيقول لا، ده هم وصلوا على طول مجرد المسيح ما حط رجله في الماء التي كانوا ذاهبين إليه.